يعني زي ما كل ناس كتيرة بتحب العربيات، لأنها من الواحد بيبقى صغير بتديله نوع من الحرية، الشعور بالحرية، الولاد والبنات ايكولي يعني. وأنا بحب المواتير وبحب كل حاجة ميكانيكية، فبنبسط بحب أصوات المواتير، واشتغلت فيهم بإيدي من زمان، وسبقت وتيونينج العربيات اشتغلت فيه بإيدي كتير. وانا مهندس اتصالات، وعندي الميجر بتاعي كمبيوترز، وكمان معاه ميكانيكال انجينيرنج، فالدنيا عندي ملمسه من كل ناحيه. ف بحب العربيات اكيد زي ما ناس كتيره بتحب العربيات، بس اخدتها جد شويه كهوايه. في البدايه كانت هوايه، في البدايه طبعا كانت هوايه، وبعدين اول عربيه جبتها قضيت فتره طويله قوي بتيونت، كانت الفا روميو، برضو انا بحب الماركه دي قوي. وعملت لها تيونينج كتير، بذلت مجهود كبير قوي في التيونينج بتاعها، واشتغلت مع التيونرز المشهورين في مصر، وواحد فيهم اسمه خالد غازي الله يرحمه، ده كان زي اخويا يعني. قضيت شهور في الورشه بتاعته معاه، حاجات بتبسطني وبحبها، وكنت لحد كبير ممكن تقولي شاطر فيها، او يعني فاهم اللي بعمله لحد كبير. انا ما بحبش اهبد عامه، المهندسين بيحبوا كل حاجه تبقى دغري وواضحه كده. اوكي، هي القناة ابتدت فعليا بنكتة على عربيتي الشخصية. كنت حاجز القناة من الأول من مايو 19، وبعدين سبتها فترة طويلة جدا ما عملش أي فيها حاجة. وبعدين استلمت عربيتي، وعربيتي نادرة قوي، ويمكن واحدة من اتنين في مصر. عربيتي اسمها جوليا كوادريفوليو، حاجة كده نادرة قوي، اللي يشتريها لازم يبقى شوية ملسوع في دماغه. عربية واخدة لقب أسرع عربية بأربع بيبان في العالم 4 سنين ورا بعض، فهي جايالي في حتة حساسة. ألفا روميو برضو هي، وفراري بيسكلي هي اللي عاملاها لهم من الألف إلى الياء، بحجة إنها تبقى أسرع عربية في العالم بأربع بيبان، وفعلا أخدت اللقب ده 4 سنين ورا بعض. المهم يعني أنا عملت لها ريفيو محدش كان عارفها خالص طبعا، وده كان في آخر 19 لما استلمت العربية. وبعد كده سبت القناة فترة، ولقيت في إقبال من الناس. كان وقتها عندي مثلا في فبراير 20 كان عندي بتاع 1000 سبسكرايبر، وأنا الحكاية بالنسبة لي أنا طول عمري متعود إن أنا السوشيال ميديا بتخدم أعمالي مش العكس، يعني عمرها يعني أنا عندي أعمال كتير قوي عندهم سوشيال ميديا بلاتفورمز، فيسبوك وإنستجرام وحاجات كتيرة قوي. ولقيت اوكي انت يور اوكي، طب ما تكمل. ولقيت في ناس بتطلب مني عربيات، وابتدت بعربيتي، وبدا انت بعربيات اصحابي. ومشيت كده وخلاص، وبقى ليها زي ما بيقولوا لايف اوف اتس اون، يعني بقت كائن لوحده، انا مش فاهم جا منين ولا ازاي ولا امتى ولا فاهم اي حاجه اصلا. لا ما كانش ساخر، كان جد جدا وكان دمي تقيل، بس انا قصدي ايه ان انا ما كانش عندي اي باك جراوند تصوير ولا اي حاجه، لدرجه ان انا قعدت اصور فيه 6 ايام. في الاخر بشد في شعري بقى. طب ايه ردود الافعال وقتها كان على الفيديو ده؟ اتشاف كتير قوي بالنسبه يعني، كان ايجابي جدا، هو ده اللي شجعني. الفيوز مثلا وصلت 130,000 120,000، وانا اوكي انا بالنسبه لي انا بجرب وبشوف، زي يعني زي ان اكسبيرمنت، زي ان اكسرسايز، ونفعت يعني زي ما تقولي. فقررت بقى ان انا اكمل. اول ريفيو رسمي عملته اي ثينك كانت تيبو في اخر يناير خالص، هو ده اللونش الرئيسي للقناه. عمرها سنه ونص من ساعه لما ابتديتها، وابتديت احط فيها مجهود، لان انا من نوع الناس اللي هو لما بيقع على عاتقه حاجه بيعملها ايا كانت. يعني عارفه اللي تحطيه على قطر كده فيروح ماشي على طول ما بيغيرش.